جماعة عايزة أقول لكم إن هالة عاملة رجيم وهفتانة في الرحلة دي خالص. أكلت بيتزا وهتحبس بآيس كريم. هتاخدي إيه؟ آيس كريم. هي رحلة الأكل دي، بعد كده هتنزلي بقى تعملي دايت بوتي. إيه اللي هتقعدي هتعتزلي بقى؟ مش واكلة. لا هتاكلي آيس كريم. يلا. لا لا مش هتاخدي إيه؟ ده شكله حلو. لا أنا عايزة كافيه. لا شكله مش حلو. لا لا. طب انا عايزه كافيه. لا كافيه ايه؟ عايزه ايس كريم كافيه بس. طب ما ده ايس كريم كافيه. ما بحبش الابيض. طب ما يمكن تلاقي كافيه. لا تعالي يا بنت. تعالي ما ايه ما يعني متضايقه ان انا بنقع عليكي ولا ايه؟ لا عايزه حاجه اقوى. عايزه حاجه اقوى. عايزه حاجه اقوى من الايس كريم. فين؟ لا في كافيه. لا مش عايزه كافيه. انا ليه يا هيل؟ عايزه ايس كريم كافيه بس. عايزه ده شكله لونه ابيض. الكافيه بقى اغمق شويه. ما بحبش الالوان الفاتحه في الاكل. انواع الاكل اللي بتحبيها ايه هيل؟ محشي. ده الاكل الدايت بتاع هيل. محشي، مكرونه، بشاميل. بشاميل شفت عشان انا في ايطاليا. وانا عارفه انك بتعملي المكرونه البشاميل هايله. وبعدين مره عزمتنا على مكرونه بشاميل لقيناها كوسه. كده بقى قصة الكوسة. جيت طباخ عمل لي بشاميل كوسة ومكرونة بشاميل، والاتنين كانوا في الفريزر. لما هم بقى جم أصحابي قلت لهم إيه، أنا عاملة لكم مفاجأة، عاملة لكم مكرونة بشاميل. فالمهم إيه، أنا مش عارفة هين طلعت الكوسة وبعدين سخنتها، حطت لنا الاكل على السفره، جينا ناكل لقينا هتاكلوا احلى مكرونه في الدنيا، لقيناها كوسه. وهي عماله تقنعنا ان هي بتطبخ. لا بس انا قلت لهم ايه رايكم بقى في المفاجاه دي، عامله لكم ايه. انت لما بيبقى عندك فيلم بقى او مسلسل بتعملي قبلها على طول دايت؟ بتسيبي نفسك في الاجازه براحتك خالص وقبل الفيلم بتعملي بقى دايت؟ لان بنشوفك في الافلام بتبقي اخس من الاجازه بصراحه. العكس صحيح يا بوسي. عارفه بعمل ايه بقى؟ وانا عندي اجازه بعمل دايت باستمرار، يعني بلعب رياضه باستمرار وبعمل دايت باستمرار. لما بدخل شغل ببقى خايفه على نفسي قوي وخايفه على صحتي قوي وخايفه ان انا اتعب. يعني دايما باستمرار عندي احساس ان انا لو ما اكلتش مش همثل، مش هعرف اطلع تعبانه. يعني عارفه ناس كتيره التمثيل مجهود فظيع بدني وعصبي ونفسي، فلازم تبقي فت جدا. فباكل كويس ايام التصوير، باكل كويس جدا. عنده حاجات حلوه. انا بصور معاكي وقت المحلات ما هي قافله علشان ايه ما تضيعيش وقتك جوه في الشوبينج. زعلانه عشان النهارده الحد والمحلات قافله. بس هروح سان مارك اشتري في الماسك اللي احنا شفناه امبارح. لا هروح اجيبه برده. يعني ايه علاقه الماسكات هنا في البلد دي؟ انا مش فاهماها برضه. مش عارفه، واضح انه في كان لازم نقرا في التاريخ كويس قبل ما نيجي. نعرف تاريخ البلد. البلد دي كلها ماسكات اللي هي بتاع فيلم ليلى مراد ومورانو. قولي هم شاطرين في صناعه المورانو، بس الماسكات مش فاهمه ايه وضعها يعني. بس واحد سواق تاكسي سالته فقال لي لانه كانوا بيعملوا حفلات كتيره زمان. هو طبعا نص الطلياني انا مش فاهمه يعني، انما لميت الموضوع كده احتمال تبقى معلومه صح. انت فهمتي معلومه غلط. ممكن انه كان في حفلات كتيره زمان فكانوا بيلبسوا الماسكات دي.